إذا بدك تلعب اس ال ار لا تلعب ليتس جو. غير ريد دوت فقط. شوف الريد دوت شو بتعمل. اي او اي اي شلون؟ هاي ال اس ال ار مرة تانية. الحساسية، حساسيتي منخفضة بتعطيك تحكم عالي، وارتداد السلاح دغري بينزل لما تعمل حساسية منخفضة. ليش؟ لأنه ما بيكون بتقل الأخطاء، أخطاء الإصبع لما بينزل بتقل الأخطاء، فلهيك حساسية منخفضة. وبالنهاية كل واحد له طريقة لعب، أنا طريقة لعبي حساسية منخفضة، علمت إصبعتي إنه تتحرك بسرعة. شايف؟ لازم هيك تكون بهذا المجال. مرة تانية ريد دوت فقط، بدك ترمي اس ال ار قريب او بعيد ريد دوت. والرمي اختار اصبع يكون مريح لإلك، لازم يكون اصبعك قريب للشاشة. شايف محلاها؟ الاس ال ار بدك 4 رصاصات، فلازم اصبعك يكون قريب على الشاشة لحتى تحسن ترمي بهي السرعة. لو بيرموا هيك بالسبابة لتحت لفوق، شفت في عالم بيرموا هيك، بس ما عاد عندك اصبع تاني تلعب فيه. طلع ها طلع طلع نزل. وفي طريقة تانية للرمي، اللي هي إذا كنت عم تستخدم نفس الإعدادات تضغط الزرين سوا. إذا كان أنت عم تلعب قدام سنايبر صريح، تعم بش من هون. أسرع إصبعتين للرمي بهي الطريقة اللي هن هدول الإصبعين إذا معك تاب، لأنه ولقيت اليسار أسرع من اليمين، ما بعرف، كل واحد حسب تدريبه. سبحان الله، هاي المرحلة ما بحبها.
مش قادر راح حلو بزوم. شفت هداك رمى قبلي ودمجني بس نزل. لهيك بنقول لكم الاس ال ار والاس كي اس هن اقوى اسلحة اللعبة، حتى اسلحة اقوى من الام جي 3. Let's go. كان عم يعمر الزلمة وقال الله. هاي 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 اللي راح يسار أكله. Let's go.